سبب الانعقاد ديالو كان في الشعار ديال هذه الدورة، دورة المجلس الوطني. ثم دلالكم انه الأهمية القصوى اللي كنوليوها استكمال الوحدة الترابية إن على صعيد قوية الجبهة الداخلية من الشمال إلى الجنوب والوسط، أيضا لنمرر بعض الرسائل إلى من يعنيهم الأمر سواء داخل المغرب أو خارجه. طبعا المجهود يا جلالة الملك لا ينكر، على الصعيد التنموي وعلى الصعيد الوطني والجهوي والدولي الفقر من خلال قرارات جلالة الملك إلى دولة سائرة في إطار التقدم على جميع المستويات. طبعا على مستوى الحكومي هناك تقصير في عدد كبير من المجالات، بدءا من الجماعات المحلية مرورا بالمجالس الإقليمية ودورها الكبير وصولا إلى الجهوية المتقدمة، ثم مصداقية المؤسسات، مصداقية المؤسسات ومحاربة الفساد على جميع المستويات من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة. طبعا مصداقية المؤسسات فيها نقاش طويل وعريض، لما نوصل للنقاش إن شاء الله غادي نطرحوا الإشكالية واقتراح الحلول البديلة لكل المشاكل التي يعيشها المغرب من تعليم. فعلا من بين الملفات الحارقة الآن هي مشكلة التعليم، أنتم في حركة الشبكة كحزب معارض. ماشي التعليم بوحده، ماشي التعليم بوحده. أبرز غلاء الأسعار. التعليم عمود في قارب الدولة. ثانيا هناك مشكل التنمية والتغلب على البطالة. بدل المغرب مجهود في البنية التحتية ولا زال مستمر، ولكن اليد العاملة لابد من توفير شغل على مستوى كل إقليم في إطار القرى، محاربة للهجرة، الهجرة من البوادي إلى المدن ومن المدن الصغرى والمتوسطة إلى المدن، محاربة للهجرة من المغرب إلى الخارج. طبعا توازن فيما بين الجهات مطلوب، توازن فيما بين الجماعات مطلوب، توازن فيما بين الأقاليم مطلوب. هذا هو شغلنا الشاغل. نحن كمعارضة لسنا معارضين من أجل المعارضة، بل نقدم دائما البدائل، ولكن يجب أن تكون آذان صاغية عند هذه الحكومة وعلى جميع المستويات. أن أفكار رائعة سنوظفها في تنمية بلدنا، في تنمية بلدنا على جميع المستويات. أتمنى إن شاء الله لكم التوفيق ومساهمة رجال الإعلام، رجال ونساء الإعلام بارزة، ولكن لنذهب جميعا إلى النقاط الحساسة التي تهم المواطن مباشرة. شكرا جزيلا أستاذ فضل.